بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة. بعد أخوكم جمال بغفاري يحييكم في مقطع جديد، مقاطع تعلم مع جمال. طبعا أحد المتابعين اعتقد أنه من المعهد الفني لتدريب التكييف، أوكي، فسأل سؤال، قال أن عندهم مدرب أو أستاذ دخل الأسطوانة هذه في عملية الباكينج. قال كيف تدخل الاسطوانه هذه في عمليه الفاكيوم، كيف ندخل الاسطوانه هذه في عمليه الفاكيوم فيها غاز. طبعا الغاز او اسطوانه 410 راح تدخلها بطريقه تختلف عن اسطوانه 22. اسطوانه 22 زين راح تخليها على راسه بهالشكل زين، وراح يكون عندك هنا محبس، الافضل يكون عندك محبس، المحبس هذا راح يكون مسكر، وراح تفتح الفالف هذا وبعدين تطلع شوي غاز، تطلع شوي غاز وتقفل عليه. فهمتوا الطريقة؟ غاز 22، اسطوانة غاز 22 او اسطوانة غاز 134، الافضل ان يكون عندك نفس هذا المحبس يكون مغلق، بعدين تفتح هذا المحبس مال الاسطوانة، وبعدين تفتح هذا المحبس الاضافي شوية تطلع هواء او تطلع غاز، اساس ان الغاز هذا راح يطلع هواء من هذه المنطقه، احيانا هذه المنطقه يكون فيه هواء او المفروض يكون فيه هواء فيطلع زين. اسطوانه 22 تعبى والاسطوانه مقلوبه على راسها، فشو راح تسوي؟ راح تفتح الاسطوانه زين، بس ما راح تطلع شو يسمونه، ما راح تطلع الغاز منها، وراح تقلبها زين، راح تقلبها على راسها. بعد ما قلبتها على راسها راح تفتح هذا الصمام، راح تفتحه شوي، فقط شوي قليل. الحين طلع عندك غاز من الاسطوانة وطلع معاه الهواء اللي في هالمنطقة، يعني الحين هذه المنطقة فقط فيها غاز ما فيها هواء خلاص. وبعدين الحين الفاكيوم باب عندنا شغال على هذا الخط زين، هذا الهوز راح يروح لوحدة التكييف. عندك الهوز، المفروض هذا الهوز، هذا الهوز يكون أصفر، أنا خليته أزرق، هذا الهوز يكون أصفر أنا خليته أزرق زين. شو راح يصير؟ طبعا هذا محبس إضافي راح أشيله، فوصلت الهوز مع الوصلة هذه، هذه الوصلة طبعا مغلقة الحين لأن لو فتحتها راح يطلع غاز، خليها مبلندة، هذه مغلقة، هذا مفتوح، هذا مغلق زين. الحين عندك الهوز هذا واصل لعدة القياس، وعدة القياس يشفط على مضخة، راح تفتح هذا. الحين دخلت معانا النظام في الفاكيوم، اسطوانة الغاز في الفاكيوم عن طريق التوصيلات هذه زين. طبعا مثل اعيد واكرر، هذا مفتوح وهذا مغلق، بس انت الحين جالس تعمل فاكيوم لهذه المنطقة لان هذه المنطقة فيها غاز، انت ما تحتاج هنا فاكيوم، هذه اوريدي طردت او طرد الهواء عن طريق الغاز الموجود زين. الحين جالس تعمل فاكيوم للماسورة هذه، سواء كان صفراء حمراء خضراء، المهم اللي داخله للمنطقة هذه، والفاكيوم هذا يشفط عندنا وحدة التكييف ويشفط عندنا الماسورة اللي جاية أو رايحة للأسطوانة. فعرفتوا كيف الطريقة لإدخال الأسطوانة في الفاكيوم؟ أرجو أن تكون واضحة هذه الطريقة، لأن الحين عندنا الأسطوانة هذه وليس الغاز، فقط الماسورة أو الهوز داخل في الفاكيوم مع المنظومة. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع جمال. شكرا جزيلا.